نعم صلاح، حسب ما أعلن عمدة مدينة ميليتوبل الأوكراني في زاباروجيا، قال بأن دوي انفجارات هائلة سمعت في المدينة ناتجة عن قصف للجيش الأوكراني لقاعدة للقوات الروسية في مدينة ميليتوبل الواقعة جنوب مقاطعة زاباروجيا. أيضا صلاح، على ما يبدو بأن المواجهات ازدادت حدتها، الأعمال القتالية ازدادت حدتها في المناطق الشرقية خاصة في منطقة دونيتسك. الجيش الأوكراني يقول أنه لا يوجد هناك أي تقدم أو تحرك للقوات الروسية في المحاور الثلاثة المهمة في هذه المدينة، وهي محور بخمود وكراماتورس وسلافيانس. لكن يقول أيضا بأن الجيش الروسي يكثف ضرباته الصاروخية على محور أفديفكا وبخمود في محاولة منه للتقدم جنوبا باتجاه مدينة كراماتورسك. كذلك قال الجيش الأوكراني بأن الجيش الروسي يقوم أيضا بقصف المناطق الشمالية من منطقة دونيس، وتحديدا المنطقة الشمالية الواقع المتاخمة لمدينة سلافيانس. يقول الجيش الأوكراني أيضا بأن هنالك معارك إلى حد هذه اللحظة تدور في محيط مطار مدينة سلافيانس. كذلك أيضا ووفق ما أعلنت الإدارة المحلية في محافظة خاركيف، قالت بأن المدينة تعرضت لعدة هجمات صاروخية، أهم هذه الهجمات تركزت على منطقة أزيوم ومنطقة شوهويف الواقعتان في مقاطعة خاركيف. كذلك أيضا ووفقا للإدارة المحلية في مدينة أوديسا، قالت بأن المدينة تعرضت لعدة هجمات صاروخية، أصابت هذه الهجمات قرية متاخمة لمدينة أوديسا. في الجنوب أيضا، نبقى في الجنوب، كذلك مدينة ميكولايف تعرضت لعدة هجمات صاروخية كانت منطلقة من مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية. عمدة مدينة دنيبروبتروفسك أيضا قال بأن المدينة تعرضت لعدة هجمات صاروخية، وتحديدا منطقة نيكابل المتاخمة لمحطة الطاقة النووية في زاباروجيا. هذه المدينة تتعرض دوما لهجمات صاروخية. يقول الجانب الأوكراني بأن الجيش الروسي يستخدم القاعدة، يبني قاعدة عسكرية بجوار محطة الطاقة النووية لاستهداف مدينة نيكابل الاستراتيجية. نعم صلاح، شكرا جزيلا لك عامر العروخي مراسلنا من كييف.